الاحتلال الإسرائيلي برأيك ما الذي يهدف إليه من استمرار قتل الفلسطينيين والتضييق عليهم في الضفة الغربية عموما وفي جنين ومخيمها خصوصا؟ مساء الخير أخ خالد، لك وللحوار ولجمهور الحوار. بداية أخي العزيز، يعني هو ما حصل ليلة أمس يعني هو حلقة من حلقات مسلسل طويل عريض من الاجتياحات لمدينة جنين، يعني يكاد لا تمر ليلة إلا وهناك اجتياح لمدينة جنين. مدينة جنين لها يعني خصوصية، لأن مدينة جنين يعني تاريخيا هي يعني من تقارع الاحتلال، وأول عملية استشهادية كانت من بلدة يعبد القريبة من مدينة جنين، والعملية الاستشهادية الثانية في الانتفاضة الأولى هي كانت من بلدة قباطي وهي قريبة من جنين. جنين هي من بدأت في 1936، وكان من قباطي أيضا من اغتال في عام 1936 الحاكم البريطاني. جنين يعني كان في الأسابيع الماضية هناك 5 محاولات لإطلاق صواريخ من منطقة جنين. جنين قريبة على الحدود، هذا ما يمكنها من يعني استسهال استهداف مواقع من قبل المحاربين والمقاتلين الموجودين في جنين ومخيم جنين. جنين تاريخيا يعني سكانها قاتلوا نابليون بونابرت. جنين هي المدينة التي استمات الاحتلال في عام 1948 لاحتلالها وضمها إلى الأراضي التي احتلت عام 1948، ولكن والجنود وصلوا إلى أطرافها الشمالية ورقصوا احتفالا بالسيطرة على أطرافها الشمالية، ولكن الجيش العراقي بالمساعدة مع السكان المحليين استطاعوا أن يعني يعيدوا هؤلاء الجنين. جنين لها خصوصية كبيرة، خاصة أن جنين يعني محافظة أيضا كبيرة عدد يعني سكانا حوالي 400,000 مع التجمعات السكانية المحيطة ناهيك عن المساحة حوالي 518 كيلو متر مربع. يعني جنين تخلو من المستوطنات، هناك أريحية في العمل لدى المحاربين. هناك نقطة مهمة جدا أيضا، نعم، يعني كان المفروض أن ذكرناها في بداية حديثنا، وهي مخيم جنين. وجنين هي الملاذ الآمن لكل المقاتلين الذين يعني ينفذون عمليات في الضفة الغربية.